كاين نعطيك حاله، هذه من الحالات اللي بدات تنشط معي، راهي تنشط معي على كل حال. جميل. هذه الحاله كانت تتعاطى وتبيع المخدرات. رحت ليه، جا لي واحد النهار قال لي مراد انا محتاج كذا كذا، قلت له معليش تجي معايا تخدم كجمعوي وان شاء الله ربي يهديكم ان شاء الله. ديته لواحد العائله هنا في ماشي بعيده هنا في بوفاريك، قلت له ممكن تدي لهم القفه برك، تدي لهم بيديك دير لهم القفه وشوف الشبيبه هادو. طيب عطى القفه هذيك، راح للعائله هذيك لقى سبعه اطفال كان تاني معاهم الشباب، قال لي هادو قاعد ما يخدموش. قلت له ما يخدموش، ما كانش خدمه، الله ربي يجيب لهم. أكيد. قلت له ما يخدموش بصح ما يتعاطاوش وما يدناوش المخدرات وما يروحوش للحرام. صدقني بالله مرت تما قال لي وين يداو، اديته البوشاوي الكلمه. والله من تماك هو يداوي، عنده دوكا مده سبع شهور هو معايا دوكا في الجمعيه، داوى راه ما شاء الله، راه كيما نقول لك راه من منطقه لمنطقه ما حبسش، راه اكثر مني ينشط ما شاء الله، ما شاء الله في عامل خيري. دار خرجه خيريه ولكن رجع اليوم. اليوم ها واش راني نقول لك، انسان هذا ما ملي يبيع، احنا ماشي اللي يبيع كيما نقول لك ناذوه، لا لا نسي كيف نجبدوه. أيوة. نهضروا معاه نقولوا له طريق الخير باسكو فيهم الخير هادو، ما نقولوش راهم جزائريين والقلب كيما نقول لك القلب ديال الجزائر فيها. كيف جبت لنا هذا الشخص معاك؟ والله صدقني بالله كان جاي والله راه مريض والله انا كنت معاه.